مرحبا بكم متابعينا في برنامجنا وسط الخبر، معي أنا درع عبد المجيد ومعي أسرار السويسي. والبداية كالعادة مع العناوين. بعد أكثر من 10 سنوات على نهاية حكم القذافي، ماذا بقي من العهد الأخضر في ليبيا؟ العقيد معمر القذافي، مسيرته ومراحل حكمه ونهايته محطات صنعت تاريخا آخر لليبيا. مرحبا بكم مشاهدينا إلى برنامجنا وسط الخبر. وفي قضيتنا اليوم، في مثل هذا اليوم الفاتح، ثورة شعبية وقائد عصر الجماهير والصقر الأوحد والفارس الأول وملهم البشرية نحو الانعتاق. مصطلحات وعبارات كثيرة كهذه وغيرها كانت تصدح بها الألسن والقنوات والمنصات الأعلامية في ليبيا عندما كان العقيد معمر القذافي يقود ليبيا ويهيمن على كل شيء فيها تقريبا من بشر وحجر على سطح أرضها أو باطن ترابها. معمر القذافي المولود في يونيو من عام 1942 بمدينة سرت وسط ليبيا. نعم أسرار، ومن سرت رحل القذافي إلى سبها ودرس هناك وشارك في المظاهرات الشعبية المدفوعة بالروح الناصرية والقومية العربية، واعتقل هنا قبل أن يستقر في مصر حيث درس في ثانويتها، وانتقل بعدها للسلك العسكري في الكلية الحربية ليصبح ضابطا في الجيش الليبي الوطني ويقود محاولة انقلاب جريئة أسقطت الملكية في ليبيا وغيرت مصير البلاد الطامحة لنهضة تنمية معززة بموارد نفطية غير محدودة، ويدشن عصر الفاتح العظيم لأكثر من 40 عاما ويغير تاريخ المنطقة والقارة بالكامل. نعم در، وفي طريقه لذلك وبعد تقلص عدد شركائه في قيادة الثورة عقب وفاة بعضهم واستقالة آخرين، بدأ العقيد القذافي بتعطيل القوانين المعمول بها في البلاد، ثم وبعد الصدام مع الطلاب والنخب المثقفة في الجامعات في ثورة الطلاب في إبريل عام 1976، أعلن العقيد القذافي قيام ما أسماه بسلطة الشعب، خاصة بعد نشر الكتاب الأخضر وفصله الأول تحديدا، ونتيجة لمقتضيات الفصل الثاني من كتابه الأخضر. وحتى قبل ذلك شن العقيد القذافي حملة ممنهجة ضد رؤوس الأموال المحلية وألغى التجارة الخاصة لصالح القطاع العام، كما عمم التطبيقات الاشتراكية مثل تأميم ومصادرة الأراضي والعقارات وفقا لمقولة البيت لساكنه. وخلال ذلك لم تخلو مسيرة ليبيا من الصدمات والمنعطفات، فخاض حروبا أو أزمات مع كل جيرانه مثل تونس في حادثة قفصة وحرب الأيام الأربع مع مصر، ولم تخلو علاقاته مع الجزائر من مشادات متكررة أيضا، وكذلك علاقات متذبذبة بين توتر وتصالح مع المغرب أو دول الخليج العربي، وأرسل قواته لأوغندا في أفريقيا وإلى لبنان أيضا قبل التورط في حرب تشاد التي انتهت بهزيمة الجيش الليبي في معركة وادي الدوم الشهيرة التي أدت لاحقا لتفكيك الجيش الليبي وانتهاج مبدأ الكتائب الأمنية المحددة قبليا واجتماعيا بحسب الولاء لنظام القذافي، قبل أن يسمح العقيد معمر بعودة التجارة والنشاط الخاص تدريجيا بعد فشل التجربة الاشتراكية تماما. ودوليا درة، لم يتمتع نظام القذافي بأي مسيرة إيجابية مع الغرب، خاصة بعد انتهاجه سياسة تقارب مع المعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي وتسليح جيشه وفقا لتقنيات السوفيات وحلف وارسو سابقا، وقادت سياسته المتشنجة مع الغرب خاصة الولايات المتحدة الأمريكية لقصف أمريكي لطرابلس وبنغازي في عام 1969، وهو ما قاد ليبيا لبداية انفتاح سياسي على محيطها العربي والإفريقي، مع عدم تخلي القذافي عن شعاراته المدوية
لكن ذلك تعثر مع قضية لوكيربي التي فرضت حصارا على الخطوط والمطارات الجوية الليبية وقطع غيار صناعة النفط درة. نعم أسرار، لكن قضية لوكيربي بالذات أنتجت أخيرا سبيلا للتصالح مع الغرب عموما بعد زوال الاتحاد السوفيتي، ولم يتغير الكثير رغم ظهور أبناء العقيد القذافي على سطح الحياة وإطلاق سراح السجناء السياسيين، ثم الاصطدام بموجة التيارات الجهادية في المنطقة عموما. وفي وقت محاولة تعزيز الانفتاح اندلعت ثورات الربيع العربي، وقاد تدخل عسكري من حلف الناتو بحجة حماية المدنيين لنهاية عهد الفاتح العظيم بمقتل العقيد القذافي في أكتوبر من عام 1911، لتسدل الستارة على عهد الرجل المثير للجدل بين نقمة خصومه وإجلال مؤيديه، ليظل مادة خصبة لكل النقاشات حول ليبيا وتاريخها. 42 عاما هي فترة بقاء معمر القذافي في حكم ليبيا منذ إطاحته بالنظام الملكي وإعلانه الجمهورية في الفاتح من سبتمبر 1969. شهدت فترة حكمه خلافات مع مجلس قيادة الثورة الذي دفعه إلى التنحي، إلا أنه فاجأهم بإعلانه الثورة الثقافية وتعطيل كافة القوانين المعمول بها في أبريل 1973. اهتمام متزايد من حكومة الاتحاد السوفيتي لليبيا، وأول عملية بيع للأسلحة السوفيتية إلى القذافي في ديسمبر 1974. 7 من أبريل 1976، اعتقال كافة التيارات اليسارية والإسلامية من الجامعات الليبية والمؤسسات التعليمية. أعلان قيام سلطة الشعب وحل الجمهورية الليبية وتغيير اسم الدولة إلى جماهيرية في 2 من مارس 1977. مناوشات مصرية ليبية أو حرب الأيام الأربعة في يوليو 1977. أزمة خليج سرت وبداية المواجهة مع الولايات المتحدة في ديسمبر 1981. شن غارة أمريكية على مدينتي طرابلس وبنغازي في أبريل 1986 مستهدفة بيت معمر القذافي والعديد من الأحياء السكنية، وسقوط عشرات الضحايا من المدنيين. قضية لوكيربي الجنائية التي ترتبت عن سقوط طائرة ركاب أمريكية أثناء تحليقها فوق قرية لوكيربي في اسكتلندا سنة 1988. 1989 إنشاء اتحاد يضم دول المغرب العربية. 31 من مارس 1992 إصدار مجلس الأمن الدولي قرار يقضي بفرض حصار على ليبيا. 5 من أبريل 1999 بدء محاكمة عبد الباسط المجرحي والأمين فحيمة بقضية لوكيربي في هولندا. تأسيس الاتحاد الأفريقي في 9 من يوليو 1999 بمبادرة من الرئيس الراحل محمد القذافي. يناير 2011 معمر القذافي يستنكر الثورة التونسية ويعتبر أن تونس تعجلت بالإطاحة برئيسها. 17 فبراير تاريخ إسقاط الشعب الليبي للجماهيرية. 19 من مارس 2011 تحالف من دول عدة بقيادة حلف الناتو يبدأ تدخلا عسكريا في ليبيا بحجة حماية المدنيين. 20 أغسطس 2011 المجلس الوطني الانتقالي يعلن تحرير مدينة طرابلس. وبعد هذا التاريخ بثلاثة أشهر فقط يقتل العقيد معمر القذافي إثر غارات شنتها طائرات الناتو تلاها هجوما لقوات المجلس الوطني الانتقالي في سرت، الذي أعلن عن السقوط الكامل لنظام القذافي في 23 من أكتوبر 2011. وللحديث أكثر ينضم إلينا الدكتور عبد الله تامنة والمتابع للشأن العام عبد العظيم البشتي والباحث السياسي بشير أجويني. مرحبا بكم ضيوفي الكرام، واسمحوا لي أن أنطلق مع الدكتور عبد الله عثامنة. بداية لنتصور تاريخا افتراضيا بعدم نجاح الإطاحة بالملكية في عام 69، هل كان يمكن لتاريخ ليبيا أن يكون أكثر اختلافا مما هو عليه اليوم؟ بمعنى، هل أعاق وصول القذافي للحكم ليبيا فعلا؟ أولا تحية ليك وتحية لضيوفك وكل متابعي قناة الوسط. اسمح لي بداية وبعد التحية لكم ولكل متابعي قناتكم. حقيقة أنا كان الدعوة التي وجهت لي أن سوف يتم الحديث عن 11 سنة المنصرمة من 2011 إلى الآن، لأننا لسنا بصدد، نحن لن نكون الله في محاسبة العباد، في محاسبة نظام انتهى في 2011 بكل
مزاياه وعيوبه. نحن اليوم نتحدث عن الحاضر، وان كان هذا الحاضر هو جزء من الماضي. مره اخرى، نحن لن نكون الله في محاسبه العباد سواء كانوا الاحياء ام الاموات، لكن ليبيا مرت بمراحل تاريخيه. نحن نناقش فتره تاريخيه ولا نناقش الافراد. اليوم الفتح من سبتمبر. وانا هذا ما اود اقوله الان. ولكن ليبيا مرت بمحطات تاريخيه فيها ما فيها ولها ما لها وعليها ما عليها، سواء كانت هناك الايجابيات التي تحققت في عهد الملكيه والملك ادريس رحمه الله المؤسس الدوله الليبيه، بدءا من تاسيس النفط الى تاسيس مشاريع شريعة الاسكان الى كثير من المزايا، الا ان هناك الكثير من الاخفاقات وكثير من العيوب التي لحقت بالنظام الملكي انذاك. وان كان الاستقلال العرضي في 52 الذي اسس ال 51 الذي اسس لبدايه دوله دستوريه في 52. طيب، وما بعد نجاح الاطاحه بنظام الملكيه، هل برايك كان يمكن لليبيا او لتاريخ ليبيا ان يكون اكثر اختلافا مما هو اليوم؟ يا اختي الكريمه، مقاطعه المتحدث، يعني اعتقد انه هو من حقي ان اتكلم في المساحه الزمنيه التي تخصصتها لي. لكن لدينا سؤال يجب ان نلتزم به وفقا لموضوع الحلقه عموما سيدي الكريم. وبالتالي الحقبه التي تلت النظام الملكي هي نظام سلطه الشعب او النظام الجماهيري او الجماهيريه كما سميتمها. مهما كانت المسميات، نحن نتكلم عن النتائج. كثير من المزايا تحققت في عهد النظام السابق، وكثير من الاخفاقات والعيوب والسلبيات، لان كثير من المثقفين والمفكرين يرون معمر القذافي لديه عدة يعني شخصيات تقدر تقيمها من خلالها: شخصية المفكر والمنظر، شخصية صاحب مشروع سياسي، شخصية القائد الاجتماعي، شخصية رجل الدولة ورئيس الدولة. ممكن إلى حد كبير في تحقيق الرفاهية الاقتصادية أو حياة الآيس كريم وحياة الملعقة الذهبية قد لم تتحقق في ليبيا، ولكن في قضايا أخرى على مستوى السيادة الوطنية وعلى مستوى القرار المحلي وعلى مستوى ظهور ليبيا سياسيا في الساحه الدوليه وعلى مستوى النقله النوعيه في الاقتصاد الليبي وعلى مستوى النقله النوعيه في الخدمات في التعليم. يكفي ان كانت ليبيا الدول المصنفه من الدول المتقدمه في الافاده، ودوله تحققت في التنميه السكانيه 477 الف وحده سكنيه بميزانيه 13 مليار، والنهر الصناعي الذي نقل الحياه من الجنوب الى الشمال بميزانيه فاقت 11 مليار دينار، والحديد والصلب الذي يعتبر في اكبر مشاريع في افريقيا والدول العربيه في مصراته، الذي كلف الدوله حوالي 4 مليار. نحن لا نريد ان نتكلم عن المزايا الماديه او حتى المزايا المعنويه، نريد ان نتكلم بصوت وروح وعقليه وعمق ومعاناه المواطن البسيط الذي تاه بين هذه التواريخ وبين الاشخاص وبين الأحقاب الزمنية، وهو يبحث عن لقمة العيش، وهو يبحث عن الاستقرار السياسي والاستقرار الوطني. نعم. ويبحث عن القرار المحلي. نعم سيد عبد الله، ابقى معنا والأمر مع سيد. نعم سيد، واضح سيد عبد الله، ابقى معنا والأمر مع سيد عبد العظيم البشتي المتابع للشأن العام. إذن القذافي عاش في سرت وأيضا في سبها وفي مصراتة وفي بنغازي وفي طرابلس طبعا. برأيك هل ساهم تكوين القذافي في معرفته الدقيقة بالمجتمع الليبي وبخصائصه ليتمكن من البقاء 4 عقود في هذه السلطة؟ يعني شكرا على الاستضافة والتحية لك ولضيفة الكريم ولكل المشاهدين. يعني للأسف الشديد لا يمكننا يعني القول أن القذافي كان يعرف المجتمع من جميع جوانبه، ولا لما كان يعني حكمه بهذه الطريقة الذي لم يراعي فيها هذا التنوع في المجتمع البسيط من القبلي من المديني، فعلى الأقل في العاصمة طرابلس وفي بنغازي قليلا، لم يكن محيط بكل هذه التمايزات في بنية المجتمع الليبي، بل بالعكس هو يعني كان من ضمن الأشياء التي برزت مبكرا، كان يعني دائما يمجد القبيلة ويمجد المجتمع الغير المديني. يعني كان لم يكن المجتمع المديني
يراه غير فعال وغير ذو دور مهم، وحتى يعني يبعد عنه الإمكانية أن يكون وطني. حقيقة كان متناقض في رؤيته للمجتمع، ومتناقض حتى في طرحه لكثير من القضايا سواء كان على المستوى المحلي أو على المستوى الوطني. بساطته وأيضا قسوته هي من ساهم في بشكل كبير جدا في عدم تطور المجتمع الليبي خلال 42 عام قضاها في يعني حاكم البلاد. لم يتطور لا البنيه الاجتماعيه ولا البنيه الصناعيه ولا يعني على جميع المستويات. نحن نشاهد ليبيا الان كنتاج لحقبه طويله من حكم القذافي لم نرى فيها نجاحا يذكر في اي على اي مستوى من المستويات. اي ايضا على مستوى يعني القمع وقمع حريه الراي، يعني السجون كانت ملأة منذ 69 السجن بعض الرفاقه في السجن، وفي سنه 70 سجن اخرين، وفي سنه 73 سجن مجموعات من المثقفين انا كنت من ضمنهم، بقينا في السجن حوالي 15 سنه. وفي ال 75 كانت يعني متلاحقه قمعه لاي امكانيه لتطور مجتمعي يقول براي اكثر انفتاحا وبعيد يعني او لا يفارق قليلا ما يطرح القذافي. كان متشبثا بطروحاته التي في حقيقه الامر كانت ساذجه ولم تكن حتى ذات محتوى، لا سياسي ولا اقتصادي. هو طيب عبد العظيم البشتي، اذا انت تريد ان تقول ان العقيد القذافي لم يحقق انجازات تذكر طيله الاربع عقود. لامر الى السيد بشير جويني وساعود اليك. بدايه تعطيل القوانين الى التاميم ومصادره رؤوس الاموال والغاء التجاره ثم الصدام مع النخب المثقفه، هل كان هذا مشروع ممنهج ام ربما استجابات ظرفيه لمواقف واحداث وقعت بالفعل برايك؟ مساء الخير، تحيه ليك للضيوف الكرام والمشاهدين الاعزاء. الحقيقه الحديث اعتقد انه فيه اكثر من مستوى في اجابه على سؤالك، يعني انها تكون الامور منظمه بشكل يعني سيستماتيك، اعتقد انه هذا فيه تجني كثير، وانها ايضا تكون فوضى فيها ايضا تجني. والحقيقه انا التركيز تقديري الخاص ماهوش على ماذا ولكن على من. يعني الامر مثلا ليش اشخاص، ولكن ما الذي وصلت اليه ليبيا سواء بفبراير بسبتمبر بديسمبر. اعتقد انه هذا هو السؤال، ما الذي يمكن فعله بكل هذه التواريخ الثلاثه وتواريخ اخرى ممكن قد تكون اقل اهميه، ولكن خلينا نقول فبراير سبتمبر وديسمبر، يعني مع رمزيه كل تاريخ من هذه التواريخ. اعتقد انه ليبيا لا يمكن ان تبنى بتاريخ واحد، تبنى بهذه التواريخ مجتمعه مع بعضها البعض، كل رغبة في التفرد وكتابة التاريخ إما ديسمبريا أو فبرايريا أو سبتمبريا أعتقد أنها ستؤول إلى فشل، لأنه في نهاية الأمر كما قلت المشكلة مشكلة التاريخ، والتاريخ لا يكتب من طرف جهة واحدة. صحيح أنه يكتب المنتصرون، ولكن بعد فترة ما بعد مرور يعني بعد ما تهدئ الخواطر كما يقال، أعتقد أنه من صالح ليبيا ومن صالح الليبيين ومن صالح أيضا الجوار النظر إلى كل هذه الفترات بعين الناقد المتبصر الذي لا يأخذ مسافة لا من فبراير ولا من ديسمبر ولا من سبتمبر. كلها تواريخ عندها رجالات، عندها إيجابيات وعندها سلبيات، ولكن ما وصلت إليه ليبيا الآن في 2022 هو نتاج كل هذه الفترات، كل هذه الحقب. صحيح انه لا يمكن ان يعني نوازن بين 51 69 و 69 2011 و 2011 2002، صحيح انه الفتره الاطول كانت 42 سنه حوالي نصف قرن مع نظام الجماهير نظام معمر القذافي، واعتقد انه كل ما تكون المده اطول كل ما تكون المسؤوليه اكبر، هذا طبيعي وهذا منطقي جدا، ولكن تصوير سبتمبر وكانها هي الغول وهي المخطئ الوحيد، اعتقد ان هذا ماهوش سليم بمقاييس متعدده. صحيح ايضا نفس المساله تنطبق على النظام الملكي وعلى ما بعد 2011. في نهايه الامر ليبيا الان في وضع اعتقد انه تحتاج الى كل ابنائها من هذه الحقب المختلفه من كل التيارات المختلفه، طبعا كل ابنائها بما يحكمه القانون بما تحكمه الاعراف، ما لم يتورط منهم
في الدماء وفي أموال الليبيين. أعتقد أن ليبيا لا تبنى إلا بكل أدناها، وأعتقد أنه الآن نعم سيد بشير ابقى معنا ولنستقبل معنا يعني الآن مراسلنا من سبها رمضان كارنفودا. رمضان أهلا بك. إذن اليوم هو الفتح من سبتمبر في مقر تقليدي وهو معقل النظام السابق محمر القدافي، حسب معاينتك ومتابعتك للأوضاع هناك كيف كانت مظاهر الاحتفالات بهذه الذكرى 53 من الفاتح من سبتمبر؟ مساء الخير. طبعا جميعا نحن لكل نظام لديه انصار، ونظام السابق طبعا مدينه سبا تعتبر يعني من الحاضنه بدايه معمر القدافي درس فيها وكان لها اصدقاء، وايضا كذلك لا ننسى ان كثير من الضباط الذين كانوا معه كانوا يعني تعرف عليهم في مدينه سبا في مدرسه سبا المركزيه، فكانوا يعني من اركان النظام. فمدينه سبا والجنوب العام يعني حاضنه للنظام السابق. بالامس يعني خرج بس بالليل حوالي في الساعه 12 بالذات في منتصف الليل انصار النظام في معظم مناطق الجنوب الليبي وقاموا باحتفالات، وكانت احتفالات يعني باطلاق الالعاب الناريه في الهواء وبعض الطلقات الناريه البسيطه، ولكن كلها كانت احتفالات ربما كانت لم تكن احتفالات مثلا يعني دعني اقول انها احتفالات بسيطه ولكن كانت رمزية للنظام. خرجوا في الشوارع بسياراتهم بأطفالهم حاملين الراية الخضراء، تجولوا في بعض الشوارع. مدينة غات كانت فيها احتفالية كبيرة يعني تعتبر كبيرة ربما أكثر احتفالية في الجنوب، ولكن كلها كانت احتفالية سلمية. هتفوا يعني بالمقولات التي كانت أيام يحتفلوا بها أيام النظام السابق، والأمور مشت عادية يعني. نعم رمضان مراسلنا من سبها، شكرا لك على كل هذه المعطيات، والأعود مجددا مع الدكتور عبد الله عطامنا. سيد عبد الله، إذا عبد العظيم البشتي كان قد قال أو وصف معمر القدافي بالتناقض في رؤيته لعديد القضايا، وقال أنه بسيط وقاسي، وهذا ساهم في عدم نجاح أو تطور المجتمع الليبي ولا البنى الاجتماعية والتنموية، وأنه ليبيا لم ترى نجاحا يذكر سوى في القمع وفي السجون. بالنظر إلى الطبيعة الصدامية التي لم تتوقف للنظام السياسي في ليبيا زمن العقيد القدافي، هل كانت تعبير عن رؤية وتوجه أم أنها انعكاس لشخصية القدافي بالأساس مثل ما حدث مع صدام حسين عفوا؟ أولا عزيزتي دعيني أوجه التحية للأخ البشتي وأحييه على النضال السياسي الوطني، إن كان ذاك الوقت مخلصا فيه لله وللوطن، وأعزيه في الشيخ البشتي. ونحن كل أشكال القمع والظلم والقتل خارج القانون والاعتداء على الحريات الشخصية والممتلكات، كل هذه يدينها الدين الإسلامي ويفترض أن تدينها كل القوانين الوضعية، وبالتالي لا أحد عاقل وجعل الله في قلبه العدل أن يرضى بظلم العباد. هذا من ناحية. أما من ناحية الأخرى يعني أنا كما قلت لك ليس هناك نظام ملائكي في العالم، حتى الدول التي تدعي الديمقراطية والدول الغربية التي تدعي الرأسمالية العادلة والديمقراطية وحقوق الإنسان كلها عندما نغوص في دهاليز إجراءاتها الإدارية اليومية ومعاملاتها نجد أن هناك انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وتدين فيها منظمات الحقوقية والإنسانية، ولكن لا حياة لمن تنادي، لأن العالم بني على أساس القوي والضعيف، والعالم سياساته قطبية، والعالم تحكمه دول حاكمة في الصناعة وفي الاقتصاد. لكن ما علينا، نحن نتكلم عن الحالة الليبية. نعم النظام الجماهيري أو معمر القذافي لم يكن نظام ملائكي أو معصوم من الخطأ، هناك أخطاء ارتكبت وهناك مراجعات تمت في 2010 ل 2009، تم شخصيا ابن معمر القذافي رحمه الله سيف الإسلام ظهر في سبها وأعلن عن وفاة الشيخ البشتي الذي ندعو له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح الجنان، وقال له حرفيا لأسرته أن جهات قمعية أو جهات خارج القانون أو جهات
قامت بقتل الشيخ، وبالتالي يحق لأهل الشيخ أن يطالبوا بحقه المدني المعنوي والمادي المدني كاملا. المهم النظام السابق صحيح كانت الفترة طويلة، وكانت يفترض أن تكون النقلة في الرفاهية الاقتصادية أعلى من هذه المستوى، ولكن عندما نرى الرصيد في البنك المركزي الذي تركه القذافي في 2011 136 مليار و 68 مليار في الاستثمار الخارجي، وترك مشاريع ضخمة. شركة بلفنجر الألمانية في تقاريرها في أداء خدمي قالت أنه عقود قليلة جدا، من بينها العقود في ليبيا التي فتحت بها الشبكات الطرق في الصحراء الليبية التي مدت بها الجنوب بالشمال بالشرق بالغرب، ووادي الكوف يشهد على ذلك. لو لم يكن وادي الكوف موجود الذي كان من إنجازات المادية للنظام السابق لما كان الشرق والغرب يتواصل الآن. هناك عيوب وهناك إخفاقات. وصلت ليبيا قادة الأوبك وقادة الهيومن رايتس ووتش وقادة الأستاذ حنان وقادة الاتحاد الأفريقي. أنشأت الاتحاد الأفريقي كقوة اقتصادية سياسية مقابل الاتحاد الأوروبي، أسست لرأسات الساتو مقابل الناتو. تحدث الزعيم الليبي سابقا بقفزة سياسية اقتصادية تاريخية كبيرة في تاريخ ليبيا. يكفي أن ليبيا عندما تذهب إلى أقصى الأرض كانوا يقولون ليبيريا لبنان كذا، وأصبح يقولوا ليبيا، وعندما تقول ليبيا اقتران شرطي أن تقول الزعيم القذافي. نحن أختي الفاضلة لا نتحدث على الأشخاص ولا نعظم الأشخاص ولا نتكلم حتى على التواريخ. نعم. ليبيا دولة ووطن عظيم وأرض خصبة وعذراء وبها خيرات كثيرة، شعب قليل، مقومة التنمية والرفاهية الاقتصادية موجودة، بحاجة لإدارة هذه الموارد الاقتصادية. السؤال أين مخرجات فبراير من 2011؟ أين المعارضة السياسية؟ وأين الذين ترعرعوا في الدول الغربية؟ وأين حاملي الدكتوراه؟ وأين الذين قالوا القذافي جهلنا وتعلموا في مدرسة الغرب؟ لماذا لم ينتشلوا البلد من أزمته وفقره وجوعه؟ البلد الآن ذاهب إلى طريق الصوملة والعراق. البلد أنا التقرير التي قدمتها الآن، بلد في أصبحت حسب تقرير الفاو قالت أن 10% من الليبيين جاعوا في هذه 2011، أن أكثر من 37% من الليبيين يكدون ويبحثون كل يوم عن قوت يومهم. أكثر من 300 ألف مواطن أسرة ليبية، من أصل مليون أسرة ليبية ليس لهم مأوى. هذه ليست وصمات فشل أو نركن الفشل على فبراير، لأن فبراير تاريخ. أنا أتكلم عن مسؤولين اعتلوا سدة الحكم، ولهذا نحن بحاجة إلى جنود ورجال سلوكهم سلوك ملائكي، ثقافتهم ثقافة وطنية عالية، ثقافتهم تتعالى عن المصلحة الشخصية، ثقافتهم تؤثر مصلحة هذا الشعب الذي عانى لأكثر من 100 عام بأن يتطلع إلى دورة رفاهية ودولة اقتصادية. الشعب الليبي 7 مليون، وإمكانياته حسب الخطط الاقتصادية وميزانيات التي وضعت في الاقتصاد العالمي، أن ميزانية ليبيا يفترض أن تكون 100 مليار سنوياً، و100 مليار صرف السيد دبيبة مثلاً 126 مليار في العام الماضي ولم يتحقق شيء. اليوم حكومات العشر حكومات هذه صرفت يا أختي الفاضلة 567 مليار ولم يتحقق شيء على أرض الواقع. وبالتالي لا نلوم التواريخ، فبراير حدث وسبتمبر حدث وديسمبر حدث كما أشار زميلي الأخ الكاتب ضيفنا من تونس، وأشكره على هذه الإطلالة وهذا الكلام. وبالتالي نحن لا نريد أن نخون بعضنا. القذافي ذهب بمزاياه وعيوبه، وسيحسب الله وسوف يسكنه الجنة أو يدخلها النار كما يشاء، هو رب العباد. نعم. وهو الذي يختص بمخاصمة العباد. نعم. لكن أخي البشتي دعني أتعاون معك لانتشال بلدنا وأمهاتنا وأبائنا ومعاقينا وطلابنا. اليوم عندنا 62 ألف طالب موفد للدراسة، وليبيا عاجزة أن تمد لهم المعونة المادية أو حقوقهم المادية. اليوم أكثر من 37 مليار الشركات الأجنبية تطالب فينا بديون، ونحن الليبيين اللي شدينا مقعد الحكم وصنع القرار في ليبيا سلوكنا سلوك سفيه، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نأتي السفهاء أموالنا. وبالتالي علينا أن نقفز
كلنا الملكيين والسبتمبريين والفبراريين كلنا نقفز إلى كلمة السواء، إلى طوق النجاة، إلى أن نؤسس إلى دولة مدنية عبر انتخابات برلمانية رأسية. وهنا نحيي مجلس الدولة 64 من أعضاء مجلس الدولة، وأن كانت هذه الدعوة في ظهرها من رحمة ووطنها من عذاب أليم، إلا أننا كلنا وجميعنا نريد انتخابات حقيقية، وكلنا الوطنيين الشرفاء نريد. نعم، طيب دكتور عبد الله عفوا سأعود إليك، ولكن الآن سأذهب إلى السيد عبد العظيم البشتي. البعض يرى أن مشروع القذافي القيادي للمنطقة والقارة والعالم طبعا بمعزل عن صوابيته وصحتها أو خطأه لم يكن ينسجم مع حجم ليبيا الثقافي والتاريخي ولا قدرتها البشرية، وبالتالي فالقذافي كان ربما متهور أو حالم على الأقل. هل توافق على هذا؟ يعني مش وافق، يعني هذا شيء مؤكد. الرجل كان مهووس بجنون العظمة ومتكي على بئر النفط الليبية، ويعني يداعب بها ويحاول يجذب بها بعض الدول الأفريقية التي فقيرة. وأيضا يعني هذا طموحه الشخصي، أن يرى نفسه حتى لبسه وزيه يعني امبراطور. رجل غير سوي نفسيا، المساله لا تتعلق حتى بالسياسه، لا تتعلق بوعيه سياسي ولا باحساسه الوطني. الرجل غير طبيعي، وبالتالي كان غير طبيعي حتى في عقوباته. يعني كما قلت لك السجون ملأة بناس احيانا كثيره لم يتورطوا في اي عمل حقيقي ضده، مجرد وشيات ومخابرات وكذا. هذا الشخص انا لا يمكنني الحديث عنه كمسؤول كبير او رئيس دوله. للاسف الشديد والله هذا ليس من غضبي عليه وليس لخلاف شخصي معه. الرجل يعني حتى في يعني طريقته، حتى تعامله مع الامم المتحده، مع جامعه الدول العربيه، مع منظمه الدول الافريقيه، كان دائما شخص يتسم بكثير من التهور وكثير من الشخصيه الكاريكاتيريه. يعني والاهم من هذا كله، يعني كما قلت لك تضييق هامش الراي في ليبيا، مش تضييق قتل اي شخص صاحب راي، هذا ما يهم الناس. مسالتين: الحريات العامه والبعد التنموي للوطن ومدى تحسن حاله المواطنين. ربما نحن كحبان الله بالنفط، وبالتالي كان يعني لم يكن المشكله كبيره، لم يكن عندنا تحت خط الفقر، ولكن كان في تفاوت طبقي بشكل واضح من ناحيه على من جانب هذا الجانب. ايضا لم تكن ثمه اي مشاريع تنمويه. يعني القذافي قعد 42 سنه، كان بامكانه ان يطور كثير من الاشياء، البنيه التحتيه في المصانع، في منجزات كبيره جدا حتى لا نعتمد على النفط فقط. لم ينجز في هذا الشان اي شيء. يعني شخص انا لم اجد فيه شيء ايجابي واحد. يعني في كثير من الناس تبدا عنده اخطاء وعيوب وعنده ميزات. هذا الرجل لا يتحلى باي ميزه على جميع المستويات، حتى في مش حتى في تمثيله لليبيا، يعني حتى في الامم المتحده لغته، مفرداته، خطابه، كلها يعني كان مثير للسخريه في كثير من الاحيان. فشخص هذا ليس مؤهل، لم يكن مؤهلا ليكون رئيسا لبلد، ولا احنا تورطنا فيه. وبالتالي يعني انا حتى محاوله نقده نقد معنا على مؤسس سياسيه اجد نفسي عاجز عن هذا الامر، لان الرجل لا يتمتع بهذه الرؤيه. رجل يعني متغير، رجل تحكمه النزوات وتحكمه الامراض. نعم، هذا رايك سيد عبد العظيم البشتي. نعم، جعلت منه حقيقه. نعم، هذا رأيك. تفضلي. ابقى معي سأعود إليك. سأذهب الآن إلى السيد بشير الجويني. تحولات القذافي من القومية إلى الأممية ثم الإفريقية بكلفتها المادية والبشرية، هل يكفي تفسيرها برغبة القذافي في الظهور والشهرة والمكانة فقط برأيك؟ شوف، الحقيقة المحطات اللي ذكرتها مهمة برشا، مهمة جدا لمعرفة التاريخ ليبيا، ولكن ايضا معرفه التحديات اللي كانت ماثله امام ليبيا وامام المنطقه ككل، امام الاقليم. يعني خيبه الامل من المنظومه العربيه اذا كان صح التعبير، قابلها التفات كلي الى المنظومه الافريقيه. طبعا المنظومه الافريقيه ليست سهله، سواء بشقيها الفرنكوفوني او الانجلو ساكسوني. كل هذا اعتقد انه كان هناك غياب لبوصله واضحه، لانه في نهايه الامر
تحدثت أنا في المداخلة الأولى على التاريخ، ولكن مع التاريخ هناك أيضا الجغرافيا. إحنا في منطقتنا الكل في جنوب الكرة الأرضية بشكل عام ومنطقة المغربية والعربية بشكل عام عندنا مشاكل متاع تاريخ ومتاع جغرافيا. إحنا اللي ما أفلحناش في أن يكون عندنا وحدة مغاربية بين 5 دول، يعني خلينا نقول تقريبا ما فما أي شيء يفرق ما بيناتها. مصلحتها أنها تكون مع بعضها، وخسارتها أنها تكون كل واحدة وحد. لم ننجح في هذا، فأعتقد أن باب أولى وأحرى أن النجاح في لم شعث الأفارقة. طيب سيد بشير أجويني عذرا على المقاطعة نظرا لضيق الوقت، السيد الدكتور عبد الله عثامنة والسيد المتابع للشأن العام عبد العظيم البشتي كذلك مراسلنا رمضان كرمفودة، شكرا لكم على كل هذه التوضيحات. والآن فلنلقي نظرة سريعة على تناول بوابة الوسط لأهم المواضيع خلال 24 ساعة الأخيرة. في جولتنا بين صحف بشاغة، خسارة جولة أم نهاية مستقبل سياسي؟ وليبيا ساحة مواجهة بين روسيا والولايات المتحدة. التفاصيل والمزيد من آخر المستجدات الليبية في مرآة الصحافة العربية والدولية لهذا اليوم، رصدتها لكم الزميلة نسرين قطاطة. نستهل جولتنا بصحيفة المغرب التونسية التي أوردت في مقالها الصادر اليوم تأكيد مصادر أمنية موالية لحكومة بشاغة أن تركيا لعبت دورا لصالح قوة وكتائب حكومة الوحدة الوطنية في المواجهة الأخيرة في طرابلس عبر مستشاريها العسكريين المتمركزين في قاعدة معيتيغا الجوية. ورأت المغرب أن بشاغة يدرك أن حظوظه في دخول طرابلس تقلصت كثيرا خلال جولة قتال جديدة وأخيرة، خسرته لهذه الجولة تعني نهايته سياسيا في المرحلة الراهنة والمستقبل المنظور، خاصة وأن حليفه حفتر لن يمكنه مساعدته عسكريا لعدة أسباب من بينها موانع لوجستية، فضلا عن وجود وثيقة اتفاق وقف إطلاق النار وفق الصحيفة. في نفس الإطار كتبت صحيفة العرب اللندنية تحت عنوان أدبيبة لا يريد الحرب ولكن يدفع إليها، وساق كاتب المقال اتهامات لدبيبة من بينها رفضه الاستماع إلى صوت العقل وأنه لا يرى موجبا للتداول السلمي على السلطة. واعتبر الكاتب أن معركة السبت جاءت في سياق عام لا يمكن إغفال الكثير من المؤشرات المرتبطة به، من أبرزها حصول دبيبة على دعم أممي أمريكي بريطاني. وتبعت الصحيفة لم يعد خافيا أن دبيبة مستعد للعب ورقة الميليشيات بشكل سافر، وهو اليوم يستعملها من خلال سياسة فرق تسد، حيث يعمل على تقسيمها وفق ولاءات بما يديم حالة الاحتقان بين أمراء الحرب وحامل السلاح، وبما يزيد من ضبابية المشهد العام وفق الصحيفة. إلى الصحافة العالمية، حيث كتبت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية المتنافسون الليبيون يخططون لخطوتهم التالية بعد محاولة فاشلة للاستيلاء على طرابلس. وأورد المقال قول المحلل الليبي محمد الجرح: لا أحد يحصل على لفة انتصار، سيتعين على بشاغة إما أن يقول حسنا أنا أستسلم وهو أمر غير مرجح، أو أن يصبح أكثر عنفا وأقل مساومة. وتبعت الصحيفة: أصبحت الدولة
الواقعة في شمال إفريقيا ساحة معركة للقوى الأجنبية التي تدعم الحكومات والميليشيات المتنافسة. وختمت: في عالم السياسة الليبي المعقد يمكن أن تتغير الولاءات بسهولة. ونختم جولتنا بوكالة الأناضول التركية التي نشرت مقالا تحليليا بعنوان: هل تشهد ليبيا مواجهة أمريكية روسية؟ واعتبر المقال أن موسكو تريد إبلاغ واشنطن أن شرق ليبيا أصبح منطقة نفوذ لها محرمة على الطائرات الأمريكية، وأن إسقاط مسيرة تابعة للجيش الأمريكي بسلاح روسي تعد مواجهة جديدة على الأرض الليبية التي تحولت إلى ميدان صراع بين أكبر قوتين في العالم على مناطق السيطرة والنفوذ. وأورد المقال قول المحلل الاستراتيجي الليبي عادل عبد الكافي إن إسقاط المسيرة بمثابة مواجهة أمريكية روسية مباشرة، مبينا أن مرتزقة فاغنر يقوضون العمليات الجوية لأفريكوم بالمنطقة. الأزمة المعيشية في بريطانيا تدفع بالأسر لتقليص مصاريفها بجميع الوسائل المتاحة، من بينها التخلي عن حيواناتهم الأليفة والتخلص منها. نتابع. تعيش بريطانيا على وقع أزمة غلاء للمعيشة مع ارتفاع تكاليف الغذاء إلى الوقود، كما قامت الهيئة البريطانية المنظمة للطاقة برفع سقف الأسعار بنسبة 80%، ما أدى إلى زيادة فواتير الغاز والكهرباء أيضا بشكل كبير، ما سيسبب صدمة كبيرة للأسر ذات الدخل المنخفض التي تواجه أساسا تضخما يزيد على 10% وفقا للخبراء. وأشارت جامعة نيويورك إلى أن ما يقارب 60% من الأسر البريطانية مهددة بالفقر في مجال الطاقة ابتداء من السنة المقبلة. وللتعايش مع الوضع الجديد اضطرت بعض الأسر لاتخاذ إجراءات يائسة وخطيرة تجاه نفسها، كالتوقف عن التدفئة أو فصل الثلاجة. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فالحيوانات الأليفة تضررت أيضا، حيث شهد التخلي عن الحيوانات التي تربى في المنازل بالمملكة المتحدة ارتفاعا بنسبة 24% بحسب ما أفادت جمعية الرفق بالحيوان RSPCI. وأفادت الجمعية بأن 22,908 حيوانا يربى في المنازل تم التخلي عنها بين يناير ويوليو من العام الحالي، ويتم وضع القط داخل قفص وإرساله إلى الغابة قبل إطلاقه فيها أو رمي كلب خارج السيارة، حيث يخشى أصحاب الحيوانات ألا يكونوا قادرين على شراء الطعام لها. وقبل ختام جولتنا في وسط الخبر لليوم نذكركم بالعناوين. بعد أكثر من 10 سنوات على نهاية حكم القذافي، ماذا بقي من العهد الأخضر في ليبيا؟ العقيد معمر القذافي، مسيرته ومراحل حكمه ونهايته، محطات صنعت تاريخا آخر لليبيا. وفي الختام يمكنكم زيارة موقعنا الوسط.ly. دمتم في أمان الله. إلى اللقاء.